أشهد أن محمد رسول الله. سمع الله لمن حمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تسكب العبرات، واستجب منا صالح الدعوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجات. اللهم هب لنا في الدنيا لذة المناجات، وفي الآخرة سرور التحيات. اللهم بلغنا ما لم تبلغ آمالنا وأعمالنا من الخيرات. اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، واحفظنا اللهم من شر كل بلية أو بأس يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منفس الكرب، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا رب العالمين. إلهنا أطعناك فشكرتنا، إلهنا عصيناك فأمهلتنا، إلهنا ارجعنا إليك قبلتنا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم امحو حوبتنا، اللهم اغفر زلتنا يا أرحم الراحمين، يا غفور يا ودود يا أكرم الأكرمين. إلهنا علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ. أطعناك بإذنك والمنة لك، عصيناك بعلمك والحجة لك. اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك من أتاك لرحمتك راجيا ولرحمتك
بكتابك تاليا. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. يا غفور يا رحيم يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين أو أقل من ذلك، لا نثق إلا برحمتك. فاغفر اللهم ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.